أمام هذه السفارة الظالمة السعودية. هناك دور كبير جدا لأمريكا وبريطانيا في هذه الحرب للأسف، وهم الذين يعلنون الديمقراطية ولا يعملون بها. فالسعودية بنفسها لا تستطيع أن تفعل شيئا، وأمريكا هي المحرضة لها، ويجب على السعودية أن تعلم أن دورها هي الأداة، وأن أمريكا تستعملها كأداة وكحرب وتستخدمها في حرب استنزاف ستكون نهايتها على في تلك الحرب. The British government must implement an arms embargo on further sales to Saudi Arabia. The idea that Britain should just continue raising concern about the Saudis is insufficient. If the British government is concerned about possible breaches of international humanitarian law, then it should act. And saying you're worried is not sufficient. It must act and end arms sales now. A war upon the Yemen is deeply unjust. A political process has to take place which is inclusive of all the people of Yemen. The attempts to impose a Saudi supporting government is not in the interest of the people of Yemen. The people of Yemen must decide their own government. They don't need further attacks. They don't need further bombings like we saw of the funeral in Sana'a. This must end, and a political solution must be negotiated. أن المشكلة أمام وقف الظلم والعدوان هي الأنظمة المعروفة، أنظمة الغرب المعروفة، وليس الشعوب. الشعوب لديها الكثير من النوايا الحسنة والمواقف الإيجابية، لكن الحكومات المدعومة بكافة الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية والاقتصادية هي التي تحاول حرف مسارات الأمم. ولذلك أنا أوافق معك أن هناك قرار قبولا واستيعابا لهذه الحقيقة أن السعودية هي أساس المشكلة في العالم، لكن مع ذلك صحيح صوت الكونغرس وهناك أعضاء برلمانيون في بريطانيا يقفون ضد السعودية ويطالبون بوقف مد السلاح بالسعودية، لكن تأتي الأنظمة المرتبطة بالمؤسسة السياسية والنخبة السياسية الحاكمة في أمريكا وفي بريطانيا في أوروبا لتقلب وتتحرك بعكس ما يريده المواطنون. ومع ذلك علينا أن نركز بهدف توعية المواطنين والرأي العام، لأنه في النهاية أعتقد سيهزم هذه المؤسسات التي تمارس النفاق وتضع مواطنيها أمام الخطر، خطر الإرهاب وخطر الفقر وخطر العنف. A dictator, fascist, criminal family.